وسط إجراءات وقائية مشددة، فتحت اليوم حديقة التجارب بالحامة أبوابها مجدداً أمام الزوار بعد 5 أشهر منذ غلقها بسبب انتشار وباء كورونا. ارتداء الكمامات، احترام مسافة التباعد، وقياس درجة الحرارة من أبرز الإجراءات المتخذة قبل دخول الحديقة. من بين البروتوكول اللي نقوم به هو تعقيم يومي ليكون قبل الساعة 10، لأن الحديقة تفتح أبوابها على الساعة 10 حتى الساعة 7 مساء. وضعنا إشارات أرضية لتسمح بعملية تباعد جسدي باش ما يكونش اكتظاظ أمام الصناديق. كذلك وضعنا ملصقات توجيهية يسمح للزائر أن يزور جميع أقصى أقفاص الحيوانات بدون استثناء، ولكن من خلال ممر اللي حددناه مسبقا، وهذا ممر يعني عنده اتجاه واحد، ما يقدرش يعاود يولي من اتجاه آخر. الهدف أولا نتحكم في عدد الزوار اللي يكونوا موجودين داخل حديقة الحيوان، وثانيا نجتنب أي ازدحام أو التصاق. حديقة التجارب جاية في إقليم بلدية محمد بن وزاد، هي الواجب ديالي باش نوقف مع كل اطارات الحديقه باش نشوفوا على السير الحسن تاع اعاده الافتتاح. والحمد لله راكم تشوفوا بلي كاين اقبال، كل الشروط متوفره ومتطبق على حسب البروتوكول دو سونتي اللي دارت سير بلاس. بالاضافه الى السياح الاجانب، لم يتاخر المواطنون في التوافد الى الحديقه للترفيه عن اطفالهم، منهم من فضل الهواء الطلق واخرون زياره ركن الحيوانات. Très très joli, donc c'est très très bien que ça soit ouvert. Nos félicitations à tous les Algériens à cause à l'occasion de l'ouverture du jardin des plantes. Les gens qui ont été à la mer, j'ai préféré aller à la hadiqa avec les drari. Ils se sont un peu et ils ne sont pas trop gâchés pour qu'ils ne évitent pas المشكل تاع الكوفيد 19 هذايا. اليوم جينا الحديقه باش نستمتعوا شويه بصح نديروا الوقا الكمامه ونمسحوا يدينا بالجل. اليوم رانا جينا احنا من ميلا، جينا جاهزين، لقينا الافتتاح قارينا وجينا دخلنا. قرار اعاده فتح المنتزهات وفضاءات الترفيه لا يعني انتهاء ازمه كورونا، فالوعي واحترام الإجراءات الوقائية وحدهما كفيلان بوضع حد لتفشي الوباء.